استاذ حسام، الوارد الان الشهري من واردات النفط زائدا ما ياتي من المنافذ والضرائب، انا في تقديراتي يسد موضوع الرواتب. طيب المصاريف الاخرى والخدمات هذه امر واقع، عندنا واقع يقول انه الدوله مفلسه، الخزينه خاويه، وبالتالي يجب الذهاب باتجاه الاقتراض. زين، لكن هذه المشكلة إذا بقت هالشكل مع مبيعات البنك المركزي اللي هي معدلها تقريبا 200 مليون دولار في كل جلسة، عندنا 20 جلسة تقريبا بالشهر، على بحسبة بسيطة على نهاية 2021 فعلا الدولة تفلس، فعلا ندخل في كساد. لذلك احنا نريد يعني عمل فعلي سريع، الحكومة مطالبة بخطوات سريعة. ممتاز. في موضوع الأتمتة ممتاز. لتعظيم الموارد او البحث عن منافذ جديدة وهي موجودة. يعني احنا من الخطأ ان نقول انه والله احنا ما عندنا موارد غير النفط. دكتور، انا راح ارجع لك مرة لاخو